الجمهورية عملت نشرية أعداد الأول خرج في 14 ديسمبر 2013 في أربع صفحات أكاد ماذا بي تشوفها معايا نضافين أن كومنتير أنصامبل للنشرية هذه يعني هنا الأولاد فوالا النشرية السيد الرئيس من الأول يحطوا رسالة منظولا لثوار مصر وتونس عمرها ما صارت الرسالة هذه ثم تصويرة توحي كأنها مانديلا مع سي منصور مرجوقي لكن هما ما ثمش على الأقل اللي هذا وأكثر من هذا شوفوا تصويرة بالفوتوشوب مخدومة بالكدا نتاع السيد رئيس الجمهورية ماذا بيا شوف تحسب معايا ثم تصويرة نتاع السيد الرئيس اثنين ماذا بيا نفا ديفيلي لي كات باج باش تشوف باش تشوف زوز تصور ثلاثة أربعة خمسة ستة نزيدو نمشيو سبعة ثمانية تسعة عشر 11 12 13 14 تصويره نتاع لا 16 14 15 16 ثم 16 تصويره نتاع سيد رئيس الجمهوريه في اربع صفحات اكثر اللي بورقيبه بن علي عملها بديت نحسب خدمه الجمهوريه جبدوا اسمه اكثر من 70 مره مليت شنو تقييمك للنشريه الاولى للفكر الابداعي والخلاق نتاع دائره الاعلام نتاع رئيس الجمهوريه ولا ايش يقول لك ساعه اولا هو ما عنده حتى علاقه مع مانديلا معناها متناقض تماما مع مانديلا مانديلا جاء الناس هذوما حاربوه وحطوه في الحبس 27 سنة وعذبوه وقتلوه معناها في سوفيتو ما تعرف وقع في سوفيتو جاء هو قال اخويا لا احنا رانا أمة مع بعضنا يلزمنا البيض والكل نبنيه مع بعضنا هذوما عندهم كان ميز عنصري معناها قرن تقريبا تاع ميز العنصري جاء هو الحمهم مع بعضهم هو توا بصعوبة لكن عايشين مع بعض احنا جينا الأمة متماسكة متلاحمة حتى كان فيها كانت بكري خلافات سياسيه دائما وابدا عندنا نخزر بعضنا بالعين الكبيره جاوا فلقوهم في عامين راهو السرعه نتاع التخريب نتاع جماعه هذوما راهي عجيبه انا كنت نتصورهم باش يخربوا من قبل نعرفهم اذا كانوا يوصلوا للسلطه راهم باش يخربوا لكن ما كنتش نتصور هالنجاعه وهالسرعه في التخريب هذا هو اللي شيء يدوخ اللي فيسه فيسه الناس تقسمت هذا هو اكبر عنصر نتاع تقسيم المنصب المرزوقي هو اولا قال السافرات والمتحجبات فين بعد قال راهو بجنان حقنا نصبنا المشانق ما نصبناش المشانق واحنا عقلاء وانتم سفهاء ومن بعد ولا يسب السلفيين ومن بعد من غدوه اعتذر لهم معناها عمل غلطتين رابعا ولا جايب ريكوبا حط دخلوا في الكسر ومصوروا معاه معناها اشياء غريبه من السيد هذايا وقت اللي السيد هذايا كانت دونك النشريه يتم تستخدم منها دل عليه دل عليه الشخص هذا الشخص هذا معناها يلزم في وقت من الاوقات ينكبوا عليه العلماء والعلماء النفس وكذا يشوفوا شنو هي هذه معناها اليوم لازم ولا يلزمها الديفون معناها نتاع معناها يلزمها شيء مهول هو تتواصل بصفه عامه الكل يحبوا يتصور لكن معناها في اربع اوراق 16 تصويره انا ولكن عندي مثال اخر وليت حاشب باش نعمل واحد عمل في نشريه فيها 22 هو دخل معاهم في الحكومه الاخرى في 22 ورقه حتى روحوا 16 مره اما هذا هو فاتوا في اربع اوراق حتى 16 مره باش نوريك شنو هي الاكتواليتي نتاع نهار الاربعاء ثم حادثه غريبه ياسر وقت حتى السياسة